السلام عليكم. إذا غنحاولوا في الحصة غنحاولوا نصوغوا التمرين 20 صفحة 194 من الكتاب المفيد بالنسبة للثالثة إعدادي. إذا في هذا التمرين عندنا ثلاثة النقاط، عطاونا الإحداثيات ديالهم وجاو قالوا لنا في السؤال بين أن ABC مثلث متساوي الأضلاع، مثلث متساوي الأضلاع. بعبارة أخرى خصنا نبينو أبي تساوي بي سي تساوي أسي، كاع الأضلاع كلهم متقايسين. صافي، إذا غنمشيو دقة دقة. مثلا غنحسبو لنحسب أبي مسافة أبي. إذا عندنا المسافة أبي، مسافة أبي دائما تساوي هي جذر مربع ديال إكس بي ناقص إكس أ الكل أس 2 زائد إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ الكل أس 2 تساوي مزيان إكس ديال بي. غنعوضو، هو أفصل ديال النقطة بي هو 5، فصول النقطة ب هو 5. صافي، ناقص أفصل ديال النقطة أ، هاد المرة أفصل دي هو 3 ناقص جذر مربع 3، إذا ديرو الأقواس باش ما نغلطوش، زائد إيكغيك ديال ب، إيكغيك ديال ب عفوا خصنا نعوضو اللي هو 4 ناقص إيكغيك ديال أ اللي هي 3 زائد 2 جذر مربع 3 الكل أس 2 وغنحسب. نحاول مثلا ننشر هاد الشي. هذا هي 5 ناقص 3 زائد جذر مربع 3 الكل أس 2 زائد 4 ناقص 3 زائد 2 جذر مربع 3 الكل أس 2. إذن هي 5 ناقص 3 هي 2 زائد جذر مربع 3 الكل أس 2 زائد هنا عفوا راه هنا ناقص 1 كاين هنا الناقص، إذا 1 ناقص 2 جذر مربع 3 الكل أس 2 وغنشرو هادشي. صافي، متفقين؟ إذا هادي ملي غنشروها غتعطينا اذا هنا جوج اس جوج، هادي متطابقة هما رقم واحد والمتطابقات الهامة غير كتذكير، هادي رقم واحد هادي رقم جوج. الاولى ا زائد ب الكل اس اثنان هي ا اس جوج زائد جوج ا بي زائد ب اس جوج، والمتطابقة هما رقم جوج هي ا ناقص ب الكل اس اثنان هي ا اس جوج ناقص جوج ا بي زائد ب اس جوج، هادو كتذكير. اذا غنشرو هذه اس جوج، جوج اس جوج هي 4 زائد جوج في جوج جذر مربع 3 زائد جذر مربع 3 اس جوج زائد واحد اس جوج اللي هي 1 ناقص جوج، هذه مستبقه مع رقم جوج، جوج في جوج في واحد ما في واحد في جوج جذر مربع 3 زائد جوج جذر مربع 3 الكل اس 2. صافي، هذا مجرد تذكير بالمستبقات الهامة وغنحسبو. هنا 4 زائد 4 جوج جوج هي 4 جذر مربع 3 زائد 3 زائد 1 ناقص 4 جذر مربع 3 زائد عاود القواعد ديال القوى، هنا كاين عندنا القواعد ديال القوى أ فوا بي كل أس أن هي أ أس أن في ب أس أن، غنفرقو لهم هنا الأس، زائد جوج أس جوج جذر مربع 3 أس جوج. إذا 4 زائد 3 زائد 1 هي 8، 4 جذر مربع 3 ناقص 4 جذر مربع 3 عددان متقابلان إذا هي 0 زائد 4 في 3، إذا هذه غتساوي
8 زائد 12 اللي هي جذر مربع 20 صافي. وما ننساوش ها حنا حسبنا دابا المسافة ا بي، لقيناها هي جذر مربع 20. غنمشيو نحسبو المسافة ا سي صافي، غنمشيو نحسبو المسافة ا سي. اذا عندنا ا سي عاود بنفس الطريقة هي اكس ديال سي ناقص اكس ا اس اتنان زائد ايكغيك ديال سي ناقص ايكغيك ديال ا الكل اس اتنان. هي جذر مربع اكس ديال سي عاود ثاني غنعوضهم، اكس ديال سي هي واحد، اكس ديال ا ثلاثة ناقص جذر مربع ثلاثة اس، ونسدو القوس كل اس اتنان، زائد ايكغيك ديال سي هي جوج ناقص ايكغيك ديال ا ثلاثة زائد جوج جذر مربع ثلاثة كل اس اتنان. صافي تساوي، نحاول نبسط هاد الكتابات هادو، هي واحد ناقص ثلاثة زائد جذر مربع ثلاثة أس جوج زائد جوج ناقص ثلاثة ناقص جوج جذر مربع ثلاثة كل أس اتنان. هي واحد ناقص ثلاثة هي ناقص جوج زائد جذر مربع ثلاثة أس جوج زائد ناقص واحد ناقص جوج جذر مربع ثلاثة كل أس اتنان. إذا تساوي هذه مطابقة تامة، إذا غتعطينا هي ناقص جوج كل أس جوج زائد جوج في ناقص جوج في جذر مربع ثلاثة صافي زائد جذر مربع ثلاثة أس اتنان زائد ناقص واحد أس جوج، هذه مستبقها مع رقم جوج، ناقص جوج في ناقص واحد في جوج جذر مربع ثلاثة زائد جوج جذر مربع ثلاثة كل أس اتنان. هنحسبو هاد الشيء، هذه هي أربعة، جوج ناقص جوج هي ناقص أربعة جذر مربع ثلاثة زائد ثلاثة زائد واحد ناقص في ناقص هي زائد، إذا غتعطينا زائد أربعة جذر مربع ثلاثة زائد هذه كما حسبناها قبيلة غتعطينا هي أربعة، غنفرقو لهم الأس وغتعطينا هي أربعة جذر مربع ثلاثة أس اتنان. إذا أربعة زائد ثلاثة سبعة زائد واحد هي ثمانية ناقص أربعة جذر مربع ثلاثة زائد أربعة جذر مربع ثلاثة تساوي صفر. إذا غتبقى هنا زائد أربعة في ثلاثة اللي هي جذر مربع ثمانية زائد 12 تساوي هي جذر مربع 20 صافي. وبقات لينا خصنا نحسبو عاود دائما، حسبنا أسي حسبنا أسي حسبنا أبي، إذا بقات لينا خصنا نحسبو المسافة بسي صافي. هنا لنحسب بسي عاود بنفس الطريقة، عندنا بسي هي اكس سي ناقص اكس بي الكل اس اتنان زائد ايكغيك سي ناقص ايكغيك بي الكل اس اتنان. وغنعوضهم، اكس سي هي جوج عفوا واحد افصول هي واحد ناقص خمسة كل أس اتنان زائد إيكغيك ديال سي هي جوج ناقص إيكغيك ديال بي هي أربعة. إذا هذه تساوي واحد ناقص هي ناقص أربعة أس جوج زائد ناقص جوج أس جوج ناقص اتنان أس اتنان هي ستاش زائد أربعة تساوي جذر مربع 20. لدينا يعني إذا ومن هوش كنلاحظو أبي
تساوي أسي تساوي بسي، كلهم كيساوي جذر مربع 20، وبالتالي ABC مثلث متساوي الأضلاع. هنا ينتهي التمرين.